انت كمان بتكبس كل شيء بيكوع؟ ايه كله كله هلا في لقطات جديد لقطه الساسور القهر على الاسانسور وكذا ايه بدك تعلمها شو هي بكثره كرامتنا سعد مساك حبيب قلبي طول عمرك الله يخليك غنيت ملايين حلوه كثير هلا بدك تعملنا وحده للمديونين كمان بتلم بعالم الله هلا صرت وضعك كيف انت؟ انا الحمد لله مصاري خصيمك الله خصيمك اذا بتعوز شيء بس بتلاقيني على البنك على الزلقه وانا اللي بدك اياه اديني رقمك لايده عندي دولتنا عن جد اخذت تدابير كثير منيحه ونحن هلا على طول بنصير نمزح بالقصص بس عن جد يعني قديه اليوم عم نشوف دول عم تسكر مطاراتها اليوم سكر متحف اللوفر بفرنسا يعني اي من الايام بياخذوا اجراءات وعندنا هون حتى سكروا سوق الاحد ليه تضحك ما فهمت سوق الاحد قصه كبيره سوق الاحد بيأثر سك ايه يعني إذا ياخذوا القرار يسكروه ليه بس؟ ما إنه ماشي ما له علاقة بالكورونا سكروه اليوم إذا أنت معصب وهيك طلع بعيون وزير الصحة بترتاح إيه. مرتاح الزلمة نيالي والله مرتاح اليوم أصلاً أعلن إنه ما كان في ولا حال اليوم بالكورونا إيه ما أنا مش كل يوم بقوله هاي مثل اللوتو بيربحوه على المناسبات يعني عرفت إيه بس لا هو لانه حلك شغل هو ليه مرتاح بيعرف اكثر منا بالاخير وزير صحه هو مزبوط هو عارف انه الكورونا شغل الصين وراسه وراسه جمعتين وبتنتزع يعني ما بدها هالبلبوشه كلها سوا بركي امريكاني بس مجمع بالصين هونيك اكلنا لحظه 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 حبيبي انا لحظه لحظه انا موقف بترضى عليه وبترك الحلقه انتبه ليه خس إيه؟ وزير الصحه من عنا بعدين نحن يعني ما لها علاقة لحظة عن الكورونا اذا الكورونا من تخلق مشكل معنا انت طويل عريض انت بهذا الموضوع انتبه شغلي بعدين نحن كورونا ما بتفوت على بعلبك الهرب الحبيب ما نحكي عن عنا نحكي هلا يشرع الحشيش ما بيضل في كورونا ايه والله ما لنا غيره بقى ما لنا غيره ايه بقول لك نظرة الكورونا لكل واحد فينا يعني انا صاحبي بدي اروح سافر انا وياه عنا شغل سافر يومين ثلاثة لبرا حكيته امبارح قلت له التلاتة عنا شغل الأربعة من سيف قال لي ليك بركي فينا نأجل شي يومين تلاتة تكون خفت قلت له هي منا عاصفة حبيبي هيدي كورونا مرض وباء يعني واليوم الحلو كمان تاخذ قرار جريء هلا ما بدنا نرجع نعلق يعني ايه اوكي انه من ورا كل شي عم بيصير سكروا المدارس مزبوط شغلة مهمة كثير المدارس سكروا راحوا كلهم على المولات وراحوا يلعبوا مع أصحابهم وهيدا بس الحلو انه صار عندنا تسكير وكذا بس ضلوا فاتحين المصنع والمطار كرمال الكوراندير بدي نحول بركي